السلام عليكم. تتواصل الأشغال نتاع الحديقة الكبرى، نتاع حديقة الرياح الكبرى اللي تقع في بلدية يعني في بلدية ديال إبراهيم، وكذلك في بلدية شراقة وأولاد فايت، لهذه الحديقة الكبيرة الضخمة، واللي الأشغال راهي يعني مازال متواصلة. إن شاء الله تكون فيها يعني الاحترافية في هذه الأشغال، وتكون بمقاييس عالمية، ويراعى فيها يعني الدقة في الأشغال، يعني لافينيسيون لازم تكون في الموعد، وكذلك يعني الاستعمال يعني المواد بمقاييس يعني جدي يعني جيدة من ناحية النوعية. أترككم تتابعون، والسلام عليكم. Thank you.